طبعا انا واحد من اشبال النادي الاهلي، يعني بوجه الشكر لجميع المدربين اللي دربوني من وانا صغير في السن. يعني كان عندي 10 سنين وانا في النادي الاهلي، كنت في مدرسه الكوره لسه وانا صغير. كان معايا كابتن بدر رجب، كان الله يرحمه كان رئيس قطاع الناشئين، كان كابتن احمد ماهر، كان معايا كابتن محمد السيد، كان معايا كابتن جمال السيد، كان معايا عمرو انور، كابتن عمرو انور طبعا، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن عظيمه، فكل دول اسامي، وكابتن عماره وكابتن ياسر رضوان، لان انا مريت بجميع مراحل الناشئين. فانا مرنوني كباتن كتيره جدا، يعني كباتن تقال واسامي كبيره في النادي الاهلي، كابتن هشام حنفي وكابتن ياسر رضوان وكابتن ياسر ريان، فمرنوني، وكابتن سمير كمونه بقى في الاخير، وكابتن عماد النحاس وكابتن زيزو كان ماسك قطاع الناشئين. فانا مرنوني اسامي كتيره قوي في النادي الاهلي، لان انا خدتها من وانا عندي 10 سنين وطالع درجه اولى وانا عندي 16 سنه. يعني دي رساله للاشبال وللناشئين اللي في النادي الاهلي، ان كل واحد يركز في شغله، وكل واحد يركز في تدريباته وفي حياته الخارج الملعب قبل جوه الملعب، لان الحاجه دي بتاثر قوي في الملعب. فاتمنى من كل واحد يركز في شغله ويركز في تدريباته كويس قوي، بحيث ان ربنا يكرمه ويطلع بدري الدرجه الاولى ويبقى معانا ويساعد الفرقه ويساعد نفسه ويبقى اضافه قويه للنادي الاهلي.